إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. وبعد، مشاهد عظيمة ذكرها الله تعالى في سورة الأعراف، فيها موعظة لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد، وفيها تحفيزٌ في فعل الطاعات، ودعوةٌ إلى الإقبال على الله تعالى وعلى الدار الآخرة، وفيها نداءٌ للمؤمنين أن يتمسَّكوا بإيمانهم، وفيها توبيخٌ للكافرين على كفرهم. قال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُفتَّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم هم أهل الجنة وهم في الدرجات العلى في إكرام الله تعالى وفي كرامته، فواكه وهم مكرمون. أعظم الكرامة في الآخرة أن يدخلك الله تعالى الجنة. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أن يكرمك الله تعالى بدخول جنته. وأعظم الشقاوة والإهانة أن تكون من أهل النار، اخسؤوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قسم هم أهل الجنة، وقسم آخر هم أهل النار، وبين الجنة والنار سور عظيم عليه أقوام
هؤلاء هم أهل الأعراف. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، استوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم من دخول النار، ومنعتهم سيئاتهم من دخول الجنة، ينتظرون رحمة الله تعالى حتى تدركهم تلك الرحمة فيدخلهم الله الجنة في نهاية الأمر. وهؤلاء أهل الأعراف يخاطبون أحياناً أهل الجنة ويخاطبون أحياناً أهل النار، مشهد مخيف ومشهد عظيم يجعلنا جميعاً نتوب إلى الله تعالى من السيئات، ونقبل على الله تعالى بالتوحيد والطاعات والأعمال الصالحات. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال، قال عبد الله بن عباس: هم في تل، في مكان مرتفع بين الجنة والنار. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم، قال البغوي رحمه الله: يعرفون كلاً بسيماهم بعلاماتهم، فيعرفون أهل الجنة بنضرة وجوههم وما جعله الله تعالى فيها من النور، ويعرفون أهل النار بالقترة والظلمة والكلح الذي في الوجوه. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة، أي أصحاب الأعراف، وهم على الأعراف ينادون أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، يطمعون في رحمة الله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الذي جعل في قلوبهم الطمع سيبلغهم ما طمعوا، الذي جعل في قلوبهم الطمع في رحمة الله سيبلغهم ما طمعوا فيه، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، إذا التفتوا فنظروا إلى أهل النار وهم في العذاب وفي الشقاوة قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قال البغوي رحمه الله: ينادي أصحاب الأعراف بعض أهل النار فيقولون: يا أبا جهل ابن هشام، وينادون صناديد قريش وأمثالهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ماذا أغنى عنكم؟ ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. أهؤلاء، أي الضعفاء كخباب وبلال وصهيب وابن مسعود وأمثالهم، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهذا كقول الله تعالى من أواخر سورة صاد: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أهل النار يقولون: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أي في الدنيا
كنا نراهم على الشر، اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. وقال الله تعالى: اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه. قال ابن كثير: تخفض اقواما رفعوا في الدنيا، وترفع اقواما خفضوا في الدنيا. كم من انسان مرفوع في الدنيا معظم عند اهله وفي قومه وهو ذليل عند الله يوم القيامه، وكم من انسان مستحقر في الدنيا يذله الناس ويسخرون به وهو عظيم عند الله تعالى يوم القيامه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبصرنا من عمى، وأن يرينا الحق حقاً يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: إن الذين كذبوا بآياتنا، التكذيب أن يأتيك الحق فترفض ذلك الحق، وسببه في الغالب الاستكبار. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون عن التوحيد، لا يتذللون ولا ينكسرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، لا يرجون رحمته ولا يخافون عذابه، يتكبرون على العباد ويتكبرون على رب العباد، يسيئون به الظن، وعند الشدائد يسألون غير الله كما يفعل الآن. يسأل الأموات وأصحاب القبور يدعون من دون الله، وهذا هو الشرك الأكبر الذي يبغض الله تعالى ويمقت صاحبه. قال جل وعلا: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. إذا ذكر التوحيد وقيل للعباد في الشدائد وفي الرخاء: لا تسألوا الأموات، لا تدعوا الغائبين، لا تدعوا أصحاب القبور، هؤلاء أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى آخر كلام الله سبحانه وتعالى في سورة الحج وفي سورة النحل وفي غيرها من القرآن. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. لا تعلق التمائم والحجبات، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. لا يعلم الغيب إلا الله، ليس هناك من المشايخ أو الوداعين أو الوداعات من يعلم الغيب أو يرد الضال. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إذا ذكرت الآيات والنصوص فإن هؤلاء القوم يردونها: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. قال البغوي في تفسيره، وقال ابن كثير نقلا عن سعيد بن جبير
وعن مجاهد لا تُفتَّح لهم أبواب السماء، لا لأرواحهم عند الموت ولا لأعمالهم فإنها محبوطة حابطة، ولا لدعائهم، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أقوام أغلقوا أبواب السماء، قطعوا علاقتهم بربهم، وإنما يتمسكون بالبشر وبالأموات وبالرفات. قال الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هل يدخل البعير العظيم الكبير الناقة وولد الناقة وزوج الناقة كما قال ابن كثير؟ هل يدخل البعير في ثقب الإبرة؟ لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين. أعظم مجرم الذي يدعو غير الله تعالى والذي يشرك بالله، لهم من جهنم مهاد أي فراش، يضطجعون على النار، ومن فوقهم غواش قال البغوي أي لحف، لحافهم وغطاؤهم من النار، فالنار تحيط بهم من كل جانب، بل ثيابهم من النار، قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. والذين آمنوا، وكذلك نجزي الظالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وحدوا الله توجهوا إلى ربهم، لا يسألون غيره، لا يلجؤون إلى سواه، توكلهم على الله، لا يتوكلون على الأوراق ولا على الودع ولا على الكمون ولا على الحجبات ولا على الشيوخ، توكلهم على الله، عقيدتهم في الله، توحيدهم لله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، قال ابن مسعود رضي الله عنه، وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أهل الجنة نفوسهم طيبة، نفوسهم طيبة نقية، طبتم. هؤلاء ليست في قلوبهم الأحقاد ولا الأحساد، ينزع كل سوء من القلوب. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فاسألوا الله الهداية. إذا لم يكتب الله لك الهداية ولم يعنك عليها فإنك في ضلال، ولا تزال على الضلال حتى تدخل النار، إلى آخر الآيات. ثم ذكر الله أهل الجنة وذكر أهل الأعراف وأصحاب الأعراف، ثم قال في ختام هذه المشاهد: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أي من الطعام. قال قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى: يلقى الجوع على أهل النار مئات السنين، لا يجوعون يوما أو يومين ولا شهرا أو شهرين، بل مئات السنين، حتى يبلغ الجوع منهم مبلغ العذاب، فيسألون الله الطعام فيعطون الغسلين، وهو صديد أهل النار ما يخرج من القيح
والدم، ويعطون الضريع وهو كالشوك يقف في الحلوق لا ينزل إلى البطون ولا يخرج خارج الجسد، ويعطون الزقوم، الزقوم فيسألون الماء فيصب عليهم الحميم وهو الماء الحار كالمهل أي كالزيت الحار يشوي الوجوه. قال ابن القيم: إذا قرب الحميم إلى وجه الكافر سقطت فروة رأسه عن رأسه، تسقط الجلد مع الشعر ويسقط وجهه في الأرض أو في النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسؤوا فيها ينادون أهل النار، ينادي بعضهم بعضا، ينادون مالكا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال الشوكاني في فتح القدير: يجيبهم بعد 80 سنة، وقال بعضهم بعد 300 سنة: إنكم ماكثون، يسألون الله ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسؤوا فيها، قال فلا تسمع بعد ذلك إلا الأنين والبكاء يسكتون بعد ذلك. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ينادي الولد والده، ينادي الوالد ولده أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، جعلوا الدين للهو وللعب كحال الكثيرين اليوم، الدين لهو ولعب وطبول ورقيص ورقص إلى غير ذلك. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا الغفلة، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا والاستعداد له، وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب، قال البغوي هو القرآن، فصلناه على علم، على علم من الله بما يصلح العباد، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله ذلك الوعد يتحقق ويرونه، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أو نرد فنعمل، نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالواجب علينا معاشر المؤمنين أن نتوب إلى الله، وأن نقبل على كتابه، وأن نقبل على النوافل، وأن نقبل على الفرائض. مرغوا وجوهكم بالسجود إلى الله في النهار وفي ظلمة الليل في الدياج، وهذا دأب الصالحين، لا تزل ألسنتكم رطبة من ذكر الله. اتركوا الغفلة والإقبال على الدنيا، شغلت الدنيا أهلها حتى انسحبت وتركتهم في الحسرات. أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.